كما أفادت تقارير صحفية إماراتية بحجب قنوات بين سبورت القطرية من الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر. وأوضحت التقرير أنه يجري الإعداد لتكون قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لدولة الإمارات بديلا عنها، مشيرة إلى أنه يتم تناول الأمور القانونية الخاصة بقنوات بين سبورت التي لديها حقوق بث العديد من الدوريات الأوروبية ودوري نجوم أوروبا وكأس بلدان العالم لكرة القدم.